وسهلا. أهلا وسهلا، وانتبهوا، يعني بكل مقال في أكثر من محتال. ما نصدق إنه يعني اليوم رمضان ما في كذب وما في سرقة وما في، هلأ بتصير أكثر. وهيدي قصة حقيقية صارت ودايماً عم ترجع بتصير بأشكال مختلفة. انتبهوا، الناس بتحكي بقدر ما نحن منفهم وبصير نصدقهم. ما تصدقوا إنه هيدا مرق من حدكم ملاك أو مرق مستنير أو سائق تاكسي. واحد قرب الفجر بسير بالشارع بسيارته، شاف رجال كبير السن هيك له شعر أبيض ودقن بيضاء، قال أكيد هيدا رايح يصلي الفجر. قال له باخذك يا شيخ بتروح بتصلي، تروح على المسجد. فكان الشيخ الكبير يخبره بأن يتجه لليمين ثم اليسار ثم ادخل من هالشارع اللي جاي هكذا، حتى رأى السائق رجل آخر في منتصف الطريق. قال له هيدا كمان يمكن بده يروح لمطرح. فاستأذن الرجل من الشيخ قبل أن يقف للرجل تيخبره بموافقته. توقف السائق للرجل وعندما ركب قال له حوصلك، بس معليش حوصل بالأول الحج، لأنه هيدا طلع حج ودقن ورجال كبير بالعمر. بوصلك بس بالأول بوصل الحج وبعدين بوصلك. قال له شو عم بتقول بتوصل الحج؟ أي حج؟ قال له الحج اللي هو قاعد حدك. قال له ما في جنبي حج. تعجب. قال له الرجل ما فيش جنبك يا قصة، أنت مالك تجننت أو شارب حاجة؟ فجن السيء قال له ما هيدا قاعد حدي وأنت اثنين. قال له لا أنا وحدي هون. قال له بس مين وهي اللي حدي؟ قال له أنا ملك الموت وجاي أقبض لك روحك. جاي بدي أقبض لك روحك إذا بتروح بتصلي لك ركعتين. خاف السواق، أشو هي؟ شو عم بيحكوا؟ هيدا منو؟ هيدا منو؟ ترك السيارة وهرب. رح خبر الشرطة، خبر الناس، يا جماعة تعالوا شوفوا إيش صار. أنا طلعته معي وطلعت واحد تاني. هيدا منو شايفه؟ قال لا هيدا ملك الموت جاي يخطفني اذا بروح بصلي لي ركعتين. اجى البوليس ما لقيوا السياره وما لقيوا حدا. اثنين متفقين، بامريكا صارت كثير حيل هيك وسرقات كثيره، وللاسف شافوا انه معظمهم عرب اللي عملوها. لانه بنقرا قصص هيك عم نشوفها على التلفزيونات وبنرجع بنركبها. فإذن دايماً انتبهوا، ما شفت رجال يعني هيئتوا شيخ ومرشد أو هيئتوا قديس تصدق تأكد، لأنهم عم بتصير كتير. يا أشباه الرجال والنساء بتفكروا هيدا المسيح شكله بيطلع يضاس، بتفكروا قديس وطاهر بيطلع حرامي، بتأمن له على بيتك بتطلع بتلاقيه سرق البيت، سرق أولادك، سرق لك مرتك، معلش بس شو عم بيعمل بالولاد؟ نعم. عصابة موجودة وين ما كان بيتهموا العرب، لأن نحن هلا مدعسة يعني بكل العالم، نحن الممسحة بسببنا. نحن تركنا النبي ولحقنا الغبي. نحن فهمنا رمضان مرضان. نكبت كل النهار وعشية بنفلت على الأكل كل الليل، ومنروح على المستشفيات وبناخد أدوية وعمليات، ويلا المرضان بيزيد. عم نخدم أصحاب السلاح، شلنا السلام عليكم وحطينا السلاح عليكم، ونحن السبب. إن شاء الله يكون في بيت بلبنان، في أمل إنه يكون عندنا بيت ببيصور إن شاء الله، ويكون في مدرسة، مدرسة العرفان للولاد. ما بتفوت على المدرسة أول 10 سنين، بعدين هو بال10 سنين بيكون هو غير اسمه إذا ما بده إياه، صار يعرف، صار عنده فكرة
واضحة بيكبر الدماغ عنده بصير اعقل وتوكل شو بده يعمل، طبيب للحيوانات، طبيب للبشر، رسام، بيرقص، بيغني. بهالوقت بهالعشر سنين مأمن كل شيء بده إياه مادياً معنوياً، والحياة رح تكون مادياً كتير بسيطة. عنا مي وعنا بيت وعنا شجر وعنا الناس يلي بدها تزرع وتاكل وتعيش هالجميع. عم بيجوا من برا نعم لأنهم حابين يعيشوا معنا بلبنان مثل ما نحن منعيش معهم بروسيا، بالهند، بأمريكا، بأستراليا، بفنزويلا. بيجوا بيقضوا وقت هون، بصير هاللبناني أو هالعربي إذا إجا عرب يتعلموا شو يعني مدرسة البدو، وين درس المسيح، وين درس محمد، وين درس علي، منين جابوا هالبلاغة وهالسر، بيخلقوا فيه. بترجع الحياة بتعلمنا الطبيعة، الشجرة، البسين، النمل، الكلب، كل هالطبيعة بتعلمك لأنك ترجع بتتذكر أنا كنت هونيك، أنا كنت بمملكة المي، أنا كنت بمملكة النبات وبمملكة الحيوان وحتى السر فيي، أنا سيد كل هالكائنات وأنا خادم الحرمين. فإذا هالولاد اللي بدها تجي تفهم هالسر، هيدا ولد منهم يعني هن عملوها ضحكة ومزحة بس هي منا هيك، هي حقيقة. التلميذ قال لي أنا بحس إني أنا أذكى كتير من غيري، ما بدي تحطوني بهالصف، حطوني فوق. هيك جبران وقت اللي إجا على لبنان إنه أنا ما بدي أقعد، عمرك 11 سنة بدك تقعد فوق؟ ولو شو قنت عصفور؟ قال لهم لا أنا نسر. فهموا علي؟ أنا كبير مني بالجسد يعني. وهيك جبران درس بمدرسة الحكمة اللغة العربية ورجع على أمريكا وعرف إنه ما له حياة بلبنان لأنه حط الحرية وكتاب النبي لحد هلا ممنوع يعني بأمة العرب، وهو إذا انشهر من وراء كتاب النبي، كتاب المسيح الحقيقي دم السيا. قال له ما بدي أنا، بتحطيني هونيك. بناء على ذلك طلب التلميذ أنه يروح لعند مدير المدرسة الذي قرر بدوره إخضاع التلميذ لامتحان ليختبر قدراته، ووافق التلميذ على ذلك. قال له أنا المدير وأنا اللي بدي أعمل لك فحص مش بس المعلمة. طبعا قال له أنا مستعد. المدير قديش 3 × 4؟ قال له 12 حضرة المدير. 6 × 6 36. شو عاصمة اليابان؟ طوكيو. استمر المدير لأكثر من نص ساعة يطرح الأسئلة والتلميذ لم يخطئ بأي سؤال، والأسئلة اللي سألها غريبة عجيبة، أسئلة عن رؤساء جمهوريات، أسئلة عن إشي قالوها من ألوف السنين ومئات السنين وقالوها اليوم، تاريخه. تعجبوا. بعدين قالت له المعلمة بدي أسأله هلأ أنا. حسناً، قل لي ما هو الشيء الذي يتواجد منه 4 عند البقرة و2 عندي أنا. الأرجل، حضرت معلمة. طيب صحيح، ماذا نجد في بنطالك وليس موجوداً في بنطالي؟ بنطلون. ألا جيبي المعلمة. أين يتواجد الشعر المجعد لدى النساء؟ في أفريقيا. ما هو الشيء اللين على أيدي النساء يصبح قاسياً؟ فتح المدير عينيه. إيش عم تقول؟ ألا ألا المانيكير. ماذا يوجد لدى النساء والرجال في وسط الأرجل؟ تعجب المعلم. ألا الركبة. رائع. قل لي إذن ما هو الشيء الذي يتواجد لدى المرأة المتزوجة أوسع من المرأة العزباء؟ السرير. لم يصدق المدير ما يسمعه. المعلمة. ما هي المنطقة في جسمي الأكثر رطوبة؟ اللسان. عند هذا الحد قرر المدير وضع حد لهالاختبار وقال له للتلميذ سوف أرسلك للجامعة
مش للثانوية، حتى أنا أخطأت بجميع الإجابات. العبرة كلما تقدمنا بالعمر كلما أصبحنا إنه سيء الظن. شو السبب؟ لأنه عم نقضي عمرنا بالكبت، من الكبت إجا الفلت. كنتي فيلتي وصرتي فلتي، أو كنتي فلتي وصرتي فيلتي، أنت لك الخيار. قد ما عنا كبت كلنا بس نسمع أبو العبد والحمصة وأبو الصيف. هلأ علم أبدان وأديان بشيلة. كنا إذا بدنا نقول إجرك منقول أجلك إجري. كنا إذا بدنا نقعد، الأمريكاني بيقعد وبيمد إجري للمدير، بيحطوا هيك على العيلة، ما حدا بيقول له شيء. بس إذا واحد عربي قاعد ومرتاح وميدت إجري، ضب إجريك ولا بلا أهل بلا تهذيب، ضبهم أجلك إجري أجلك. حتى إذا بدنا نقول كلمة أنا، أجلك أنا، الله ينجينا من كلمة أنا. عندنا خوف، وهالخوف إجا من الجهل. كلمة أنا أنا أنا، نحن نحن، منفهمها أنانية أو أنانية أو استكبار أو إيجو أو استغفار أو نوايا. كل كلمة إلى ألف معنى ومعنى. وسألوه سؤال للإمام علي، قال له لو سألتوني ألف سؤال بعطيكم ألف جواب، ولو سألتوني ألف سؤال نفس السؤال بعطيكم ألف جواب وجوابه مختلفين. لأنه نبع هو المحيط. أنا النقطة، بس هالنقطة فيها جزء من هالمحيط، وأنا النقطة، ومن النقطة أجت الآلاف. كلنا عنا هالفكرة يلي دايما جد أفهم، والختيار دايما أفهم، ولكن ما تنسى أنه في ناس ختيارية وعجزة وعاشوا كل حياتهم ما عندهم الفهم وعندهم العلم. قال له عمرك 80 سنة ومنك عايشون، وهذا عمره 3 سنين بس يجوع بياكل، بس ينعس بينام، بس يتعب بيرتاح، بس بيغفر، وبس يعطش بيشرب. المهم تعرفهم أو المهم تعيشون. هيدي عبرة، وشو ما بدكم سموها، آية عبرة، ولكن هلأ في اجتماع عم بيشوفوا كيف يعيشوها. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينه وبينك عداوة كأنه ولي حميم. المسيح قال أكرموا أباءك وبعدين أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم. كل مستنير بيقولها. اليوم هيدا عدوة مثل الشمعة، هيدي بتحرق لي إيدي، بس إذا في عتمة بتضوي لي العتمة. بس بدي معلم، بدي أمي تقلي. الطفل بس يجي يحط إيده هون بتتركه يقربها، بعدين رح تركيه يحترق. بيعمل إيده هون، إذا ضربتيه بس ما تكوني رح يرجع يحط إصبعه. تركيه خلي يقرب، كوني أنت حده. مامي إيه؟ مامي إذا قربت أكثر. لا، مش هيك. وقت بيشوف بيو عم بيدخن بيروح بيو بيترك السيجارة، إنه هو صار رجال. ابنه عمره 9 سنين، قالت له بس بدك تدخن قلي ماما، قال لها تركتها من سنتين. أنا بي كان عنده 4 أولاد، بس يجي بيو أمي تعمل له هيك، إنه إجا بيك يطفيها، إنه من باب الاحترام. بس شو عمل بهالاحترام؟ هيدا منه احترام، هيدا جاي. قديش عم بتموت ناس هلا بسبب سرطان الدخان؟ منكتب فيها سرطان خط صغير، بس منحط بنت يا لطيف كلها أغراءات وحاطة السيجارة. عمين عم نكذب؟ عمين عم نضحك؟ صرنا سلعة في سبيل السلاح، بس للقتل للدمار. فيك تغيرون؟ لا، أنا حاطة ورقة على الباب اللي بيجي لعندي، سيلولير ما في، دخان ما في، سؤالات سخيفة ما في، حركات وتقوم وتفوت طالع على الحمام ما في، بس واحد عم بيحكي بتسكت. انت سمع كلها وصار يعرفوا جايين تحضروا حضرة، مش تعملوا زيارة. عشان هيك بيعرف اللي بيجي لعندي مرة اثنين ثلاثة
ينكب ما بيعود، يبعث لي ايميل كبه، فيني اجي ادرس عندي، فيني اتعلم منك، انا بحب اكون من اتباعك، ما بدي خواريف وانا ماني راعي، انا من الفان تبعك، انه من الجماهير. هيدي كلها كلمات سخيفه ميته، لانك انت ميت تحب تكون قطيع خروف ماشي ورا الاعداد والجماهير والمشاهير. مشان هيك مجلاتنا العربيه كلها منحطه، ما في ولا مجله، او اذا بدك تحكي سياسه واقتصاد مثل حديث السياسيه ماشي، ما فيك تقرا ولا اي عربيه ولا اي كتاب ولا كلهم. اذا بتشوفوا تمرقوا بشوارع بيروت، هلا انا باستوديو وبشوارعنا تحت استوديو، السيارات على العيله عم بتغني، الزمامير على العيله، موسيقى صاخبه كلها عملها سودا ليل نهار وحفريات واللي بدك اياه. هيدي ممنوعه بكل امه هالكره الارضيه الا عند العرب. السبب ليه ما عندنا قانون؟ ما عندنا هيك، ما عندنا اخلاق. بخالفوا الطريق، اذا بنت بمرقها البوليس تبقى حاطه عوينات هيك وسيجاره وسلولير وعم تعمل ميك اب بالسياره ومخالفه، اجى وقفت علي يعني. ما حرف يعطيكي اخلاق، اخلاقك موجوده فيك انت اذا احترمتي حالك، احترمتي اخرتك وقبرك ووسعتيه. واذا بزقتي وكبيتي زباله هيك ان كان انت ولا انت، بقبرك بدها تكون. احضروا فيلم فلات لاينر. اذا بزقت هيك على وجه امك الارض، ما بترحمك الارض ابدا، عندها عدل. شوفوا هالاختبار اللي عملوه على السعيدين، في وسط مجموعة من العلماء وضعوا 5 قرود في قفص واحد وحطوا سلم، وعلى السلم حطوا قفص فيه موز. في كل مرة بيطلع أحد القرود تياخد الموزة، بيرش العلماء على باقي القرود مي معها. طلع هي تياخد موز، رشوا ميها عها، مش عليه هو. هلا بنشوف اذا في تجاوب بين هالسعيدين مثل ما في تجاوب بين البشر. بعد فتره بسيطه اصبح كل قرد بيطلع تياخذ الموز، بيقوم الباقيين بيمنعوه بيضربوه، يا خيي بنرش علينا مايك انت طالع تاخذ موز. صاروا يقدروا يحكوا مع بعضهم بلغتهم، حسوا تغير هديك شيء. طلع الثاني، طلع الثالث، طلع الرابع، طلع الخامس، تناغموا مع بعضهم، اللي بيطلع من هون تياخذ ماز بدنا نرش علينا مي مسقعه. هلا شو عملوا هالعلماء؟ شالوا كل هالقرود وجابوا قرود جديده. طلع اول قرد، صرخوا الاربعه، نزل شدوا فيه، هلا بيرش علينا مي. اذا الطبيعه عم تتناغم مع بعضها نحن كمان. إذا واحد زمر هيك والتاني زت زبالة والتالت زت عن البلكون وهيداك عم بيدخن وهيدا عم بياخد خمرة ومخدرات وهيدا عم بيسرق وهيدا عم بيكذب وهيدا سياسة وهيدا عالم دين ورجل دين وهيدا بسببنا. ما تكون سلعة بإيد العلماء ولا بإيد أي رجل دين وأي سياسة، ولا أمك ولا بيك ولا أختك ولا حدا. استفتي قلبك ولو أفتوك فرادا أتيتم فرادا تعيشون وفرادا ترحلون. بعدنا لليوم مجازر شت صبربا صبرا وشتيلا والسان ميشيل برا، مطرح ما صار فيه مجازر بالحروب بعدها أكثر شيء طاقة سوداء. وكل طفل بيخلق بهالمطارح اللي صار فيها مجازر بيجي كمان جزار للبشر. بدنا نغير نوايينا، إنما الأعمال بالنيات. يومياً ربع ساعة كل 7 الصبح و7 المساء تحطوا حول الكرة الأرضية طاقة بيضاء، طاقة نور ليعمل السلام في الأرض. ومرتين بالنهار كمان، مش بس حول الأرض، للحكام الثلاثة اللي ببلدك بتعرفهم أو ما بتعرفهم، هيدا لبنان وراس الهرم واثنين اللي تحته.
خلي يطلع منك هالنور، عم تعملها لنفسك مش بس للبنان وللكرة الأرضية. ما في إلا النوايا هلأ بدها تلطف بالأجواء. نحن نملك القرار، إما أن نصبح قردة ويتم فينا يضربونا أو نبدأ بالصعود إلى السلم بالصمت. فيك تطلع بالصمت مطرح ما بدك. بالإنجليزي be still and know that I am God، أو godliness إلهية. كل واحد منا مش أقل من أي مستنير، كلنا نور من نور، إله من إله. بس بدي أحترم هالنفس وأحترم هالذات وهالروح، وتأكد من احترامي، respectrum يعني. عشان هيك بالصلاة أكيد سجود. بالمسيحية بتصلي بإيدك على وجهك، تفتح المقامات وبتوقف على الميزان، صلبة على الصليب، ما في تطرف هون وهون. ساعتها أي نية بتعملها بتتحقق. بس بدي أبلش احترم هاي، وإذا احترمت نفسي احترمت كل نفس، لأنه أنت أنا. ما بسكت عن حقي لأنه هذا حقك كمان. هيدا واحد من سوريا كلنا منحبها، لك على الصورة. فراس، فراس عبود عرف انه الكمبيوتر هالانترنت وهي كله طبشت العقل، ما بقى عنا عقل، ما عنا دماغ، ما عم نفكر، صرنا مثل هول القرود بيرش علينا رش ودش وغش وهش. صرنا هيك منأثر على بناتنا، كلهم صاروا مثل ما عم تشوفوا، عم الزنا كله بسببنا. ما بقى لها قيمة بنتك إلا إذا كانت وعم تشتغلوا. حلوة كتير هي هون بالإنجليزي، بس قد ما عجبتني وكلنا بتعجبنا الحقيقة. بيقول معك حق للمرشد، لازم التقى بمحمد، بمسيح، ببودا رابعة الحلاج. بس كيف بدي التقى فيهم؟ ما انا عمية، كيف بدي الاقي واحد بيقشع؟ قال له بدي يكون اول شيء لك ثقة بنفسك، authenticity. اذا لك ثقة بهالنفس وثقة باللي عطاك هالنفس ويلي عطاك هالنفس ويلي عطاك هالوجود، فاذا رح يدلك على الموجود وتشوف المفقود بالموجود. كيف اجت هالناس كلها لعند الحبيب؟ كيف شافوه؟ كيف عرفوه؟ كيف كانوا يستشيروه وهو صغير بعده شاب؟ اختلفوا على الحجر، قال لهم هلا اللي بفوت بنستشيره. شاب بالعشرين بده يقرر عن حجر الكعبه، انا بحمل الحجر، لا انا، لا انا، لا شيل العبايه. قال لهم حطوا الحجر بهالعبايه، انت احملها من هون وانت من هون وانت من هون، بتكونوا اربعتكم رفعت الحجر. منين شافوا هالحكمه؟ كيف شافوها؟ ستنا حليمه السعديه عرفت، حدا اخذه. حليمه السعديه فقيره وجوزها فلاح، قالت له في شيء بدي اقول لك اياه. قال لها جوزها انتبه ما تمدي ايدك على الولد، عنده سر كبير. كيف قدروا يشوفوه؟ نعم، شافوا أسرار فيه. راهب بحيرة قال له مين معك؟ قال له ابن خيي. قال له لا، هي مش ولد صغير، انتبه عليه من اليهود. ترافقوا هالغيمة. محمد ما بده شعارات، هيدي كرمالنا عطيونا هالإشارات. هو جايبها معه مش بس بجسده وبأفكاره عم بترافقوا هالغيوم وهالناس وحكيوا عنه قبل وبعد، تيقول لك انه ما انا الا بشر مثلكم وقنت مثلي واكثر. فاذا من 2000 سنه لليوم ما في مسيح،
من 1600 سنة لليوم ما في محمد، ما في علي، ما في، اجوا مستنيرين، سميناهم صوفيين او مستنير او رابعة او الحلاج، بس ما بنسترجي نقول اكثر من هيك. والحبيب قال له لو ما في علي ما في محمد، طلع بغيره قال له انت مثلي بالخلق بالخليقة، ورقصوا شو بدهم يحكوا، كلهم عرفوا شافوا إشارات وقالوا إذا بدنا نقلكم شو شفنا. قالوا القليل وشافوا القليل والكثير، وشوفوا دعاء الطائف يعني. فإذا بدك تعرف أنت يا الله only and trust، إذا ما إلك ثقة ما رح تتعرف على أي مرشد، بس إذا لك ثقة بنفسك، لك ثقة إنه الله بده يعطيك مرشد تتعرف عليه. أنا هالقليل اللي بعرفه، هالأنا الصغير اللي فيي والكبيرة بعرفه من أول ما قال لي الطبيب أنت مثل أمك، بتعيشي جمعة اثنين أو بتموتي، إذا ما عملت لك عملية اثنين جمعة السبت بتموتي. وأنا كان عمري 17 سنة خدت أمي لعند الطبيب وهيك قال لها، عملت عملية الخميس تاني سبت كنت بالقبر. ورجعت أنا الحمارة مع احترامنا دايما للحمار، رحت لعند نفس الطبيب قلت له بدي أقول لك سر، اللي أنت مثل أمك، قلت له هاي ورمة هيك مثل أمي، قال لي إيه والرئة مضروبة، قال لي بيي أنت مثل أمك عملية بسرعة. هيك إجا فكر قال لي شو هالالله هيك، قلت له إذا كنت موجود يعني كيف تاخذني؟ أنا 32، أمي 47، أمها 62، عائلة أمي كلهم سرطان. شو السبب؟ هيدا من الله؟ لا مش من الله. قلت له لبيي أنا، لا أنت بيي ولا أمي أمي، ما بدي إياكم. في شيء تاني، وقت بتكون حاضر بتحضر الحضرة. تعشيت عند رجل دين راهب أنطوني، قال لي بك شيء؟ قلت له إيه. أخذني تاني يوم جبت كتاب، ومن وقت الكتاب خير جليس.